بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الطلبة الكرام، ويا من تشاهدوننا في كل مكان. نرحب بكم في هذا الدرس الرابع من الدورة المجانية لتعلم برنامج طرواد دي اس ماكس. وفي هذا الدرس إن شاء الله سنتعلم عدة اختصارات وعدة أوامر في هذا البرنامج، فتابعونا إلى النهاية. وقبل البدء إن شاء الله نطلب منكم جميعا، إذا كنتم تشاهدوننا لأول مرة، بأن تشتركوا جميعا في قناتنا، وذلك بالضغط على زر سبسكرايب أو صابوني أو اشتراك، مع تفعيل جرس ليصلكم كل جديد. وفي قناتنا عدة فيديوهات يمكنكم جميعا الاستفادة منها في حياتكم اليومية والمهنية والعملية. نبدأ إن شاء الله في الأوامر. هذا اليوم إن شاء الله سنتعلم يعني كومون أوفري إن فيشي تروديس ماكس أ ديفيرونت مانيير، يعني كيف نفتح ملف في برنامج 3 دي اس ماكس بعدة طرق. مثلا من هذه الطرق، أول حاجة نروح للبواط تاع الخاصة ب 3 دي اس ماكس، كليك لهنا اوفرير، نعمل مثلا اوفرير هكذا، عندنا مثلا هنا طرو فيشي، مثلا نفتح فيشي هذا، نديرو اوفرير فيشي أ. كما تلاحظون حتى العنوان من هنا يتغير .ماكس، هذا عندنا الفيشي أ. هذه الطريقة الأولى، أنك مثلا تحب تفتح فيشي مثلا في 3 دي اس ماكس، تجي لهنا تكليكي اوفرير وتكليكي هكذا وتخير الفيشي الخاص بك. الطريقة الثانية، وهي لما تروح مثلا الملف اللي فيه يعني اللي فيشي الخاصين بك، وتعمل له مثلا ندير انوفو سان مثلا هكذا، نعمل يعني باج جديدة، نجي مثلا عندي ملف اللي هنا. هذه الطريقة الثانية، مثلا عندي الفيشي هذا، نسيليكسوني هكذا ونبعثه من هنا. الطريقة هذه، نجي الفيشي نسيليكسوني ونبعثه بهذه الطريقة، تخرج لي طابلون لهنا فيها عدة أوامر، أوفرير لفيشي، فيزيوني فيشي، فيشي إكسكريف، أنيلي. نعمل هنا مثلا أوفرير فيشي، يجيني مثلا الفيشي هكذا بهذه الطريقة. مثلا نعمله بالطريقة الأخرى، نعمل مثلا هذا ونديرو هكذا، ندير مثلا فيزيوني فيشي. لما تعمل فيزيوني فيشي، كأنك تمبورتي فيشي آخر في داخل فيشي اللي أنت فاتحه، كأنك تمبورتي مثلا عندك بروجي لهنا، حبيت تمبورتي فيشي آخر من ملف آخر، تعمل الطريقة اللي عملناها منذ قليل، تجي لهنا سان، تجي هكذا وتعمل هكذا وتخير فيزيوني لفيشي. هذه الطريقة الأخرى. الطريقة الثالثة، وهي مثلا عندي فيشي هكذا، مثلا هكذا فيشي إكسكريف، نعمل نكليك على فيشي إكسكريف وتجيني بهذه الطريقة، يعني دو فيشي في نفس الفيشي الأول. لهنا مثلا لما سيليكسيوني شاك اوبجي سيليكسيون وحده، كما نقول ميل لهنا الفيشي اكسكريف سيليكسيون كومبلوم بهذه الطريقه. هذا الامر الاول اللي تعلمناه ان شاء الله. ثم نتعلم طريقه اخرى، نعمل طريقه اخرى، ندير نافذه جديده. الطريقة الأخرى، وهي يعني كومو أوريجستري فيشي سو مثلا في عدة يعني تواريخ. مثلا نعمل مثلا عندنا هنا فيشي بوات، مثلا عندنا هنا فيشي مثلا هكذا سفير، مثلا هكذا أنا حاب أوريجستري سو هكذا، نجي لهنا عندك 2013 2014 2015، تريجستر الفيشي الخاص بك على حسب مثلا واش تحب انت. تحب تريجستري 3 دي اس ماكس 2013، 3 دي اس ماكس 2014، 3 دي اس ماكس 2015، على حسب واش تحب انت وعلى حسب الفيشي اللي راح تحل به. عندك يعني عدة ديفيرونت مانيير. عندنا طريقة أخرى ثانية نتعلموها مع بعضنا في هذه الحصة أيضا، وهي يعني كيف نفتح يعني ملف كومون اوفري ان فيشي اوتر اوجيسيال. مثلا عندي ملف اخر دي دبليو في جي، ولا ملف تاع ترودياس، ولا اي ملف حاب تعمله لهنا في ترودياس ماكس،
ننقر لهنا ندير امبورتي امبورتي وتجي لهنا تجي لهنا امبورتي فيزيوني رومبلاسي المهم تخير انت. انا راح ندير امبورتي في شي دي دبليو في جي تجيك لهنا عندك في يعني في لما نضغط هذا السهم عندنا عده اوامر عندك اوتو ديسك ماياج ترودي ستوديو ادوب الستراتور الى اخره. تخير انت وش الفيشي اللي حاب يعني تفتحه ما هو الملف الذي تريد فتحه مثلا ملف دي دبليو في جي مثلا ولا دير تولي فورما يخرج لك حتى دي دبليو في جي لهنا مثلا. انا حاب نفتح هذا الملف دير هكذا ونصبر قليلا حتى تفتح هذا الملف. لما تعمل هكذا تخرج لك اول حاجة طابلو طابلو هذه وش فيها فيها جيومتري. تخير اول حاجة انت باش مثلا الملف اللي في دي دبل في جي في الاوتوكاد عمله بالمتر ولا بالسنتيمتر ولا بالبوس ولا الى اخره ولا بالميل ولا بالكيلومتر. انت تخير مثلا متر انت مثلا عامل يعني المشروع الخاص بك في برنامج الاوتوكاد عامله بالمتر ايضا هنا تختار بالمتر. لهنا با كورب هذه مثلا عندك في ملف الاوتوكاد عندك مثلا سيركل ولا قوس ولا الى اخره. القوس هذا يتكون من عدة قطاع كل ما تزيد القطاع مثلا دير هنا 50 ولا 70 ولا 5 ولا الى اخره مثلا دير 10 يسمى القوس الخاص بك يتكون من 10 قطاع وكل ما تزيد اكثر مثلا تعمل 40 كل ما القوس يكون اظهر كما تلاحظون. ايضا هناك عدة اوامر اخرى لهنا مثلا كوش خاصة بالكالك لهنا روندي سبلاين الى اخره. نحن نعمل اهم حاجة تختار ليميتي ديفيشي اونتري تعمل بالمتر مثلا ولا بالسنتيمتر وتختار لهنا باكور مثلا ديرها 40 ولا 50 الى اخره كما تحب انت. بعد دير له اوكي بعد ما تدير اوكي يخرج لك الفيشي في الطابلو الخاصة بهذا البرنامج روديس ماكس. وبعد ذلك تعمل انت يعني تختار لاين وتبدا كما نقول تبدا في رسم الجدران الخاصه بهذا البروجي الخاص بك كما ترون احبائي الكرام. هذا مثلا يعني سكن كان يعني محفوظ بصيغه دي دبليو في جي وفتحناها بترودي اس ماكس كما ترون. ثم بعد ذلك تجي لهنا لهذا الفورم وتختار مثلا لين وتبدا ترسم في الامر الخاص بك تبع يعني النقاط الخاصه بك مثلا وبعد دير لها اكسترودي وتبدا بعد اذن تبدا بعد اذن يعني بتصعيد هذا البروجي الخاص بك. ايضا من الامور اللي نتعلمها ان شاء الله في هذه الحصه ايضا يعني اخر امر ايضا نتعلمه قبل نهايه هذا الفيديو وهو هذا البواط. مثلا نجي لهنا نعمل بواط هكذا مثلا و مثلا سيلندر بالقرب منها. الامر السيليكسيوني هنا يعني الامر الذي يكون محفوظ يعني محدده انت هنا لما تحدد اي امر هنا وتكليك على باسكيلي هذه باسكيلي ايزولي سيليكسيون يتقدم لك اللوبجي الخاص بك. لما نرجع هكذا نشوفهم مع بعضهم مثلا سيليكسيوني هذا مثلا عندك دي بروجي وحبيت نعمل امر او يعني اوبجي حبيت نسيليكسيونيه حب سيليكسيوني بروجي ولا حب سيليكسيوني جهه من البروجي نسيليكسيونها بهذه الطريقه ونعمل الباسكيلي هذه كما ترون يتقدم البروجي الخاص بنا والانفيرونمون او المحيط الخاص بالبروجي لا يظهر انما يظهر الامر المحدد فقط. هذا اخر ما تعلمناه في هذا الفيديو ان شاء الله وفي الفيديوهات القادمه ان شاء الله ستكون فيديوهات جديده سنتعلم هذا البرنامج مع بعضنا البعض. الى فيديو قادم ان شاء الله نتمنى ان يكون اعجبكم هذا الفيديو وايضا ادعمونا ايضا بالمشاركه واي سؤال او اي اقتراح اكتبوه لنا في التعليق ونتمنى ايضا ان تشتركوا جميعا في هذه القناه مع تفعيل الجرس. والى فيديو قادم ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.